مرحبا بكم الناس الكل في صوت حقوقنا في الجهات، واللي هو بودكاست يجيكم من إنتاج مبادرة مناظرة ضمن مشروع أمور تهمنا. أنا أحمد ساسي رافقكم في الحلقة هذه اللي باش نحكيو فيها على حقوق الشباب في الأحياء الشعبية وخاصة حقوقهم المنتهكة بسبب الوصم الاجتماعي. باش نحكيو اليوم على دوار هيشر، وهو حي غالبا ما يواجه الوصم الاجتماعي، وباش نناقشوا الموضوع هذا معانا ورافقني ثلاثة من طلبة الحقوق. عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة شيماء علي. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة هند دمع. عسلامة أحمد، مرحبا بك. هند محمد عطية، مرحبا بك. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا بك وكيف الشباب والشابات اللي حاضرين معنا اليوم. شكرا محمد، مرحبا بك. كيف يرفقني السيد جهاد الحاسالم اللي هو باحث وخبير في علم الاجتماع. عسلامة جهاد. عسلامة ومرحبا بك وشكرا على الدعوة. شكرا لك على قبول الدعوة جهاد. ومعنا زاد الشاب من شباب دوار هيشر واللي هو محمد عزيز. عسلامة محمد عزيز. عسلامة. هو شاب من الشباب اللي تغلب على الوصم الاجتماعي وقاعد يحاول وقاعد يسعى باش ينجح في حياته. هذا صوت حقوقنا في الجهات اللي يجيكم من انتاج مبادرة مناظرة، نحكيه على الوصم الاجتماعي، تابعونا. منوبة دوار هيشر، نحكيه على الوصم الاجتماعي. لنجم نعرف حكاية بطريقة بسيطة شوية، نقول ان الوصم الاجتماعي هو نوعا ما تصنيفات تلصق بشخص او مجموعة من الاشخاص وبالتالي تميزهم عن طريق تسليط الضوء عليهم، ضوء سلبي بالطبيعة اللي نحكيه عليه، وعزلهم على الآخرين. دونك في البداية سي جهاد، مرحبا بك مرة أخرى. حبيت لو تفسرنا أنت الوصم الاجتماعي باش نجم نفهموه أكثر. أوكي باهي، نرجع بك التالي شوية، خاطر إذا كان مش نحكيه من وجهة نظر السوسيولوجية خلينا نقوله بالضبط. فوالا التيرم دخل، مصطلح دخل العلم الاجتماعي في الستينات. كان فما عالم اجتماعي كبير اسمه إيرفين كوفمان، كتب كتاب اسمه ستيغمات، الوصم. الوصمة بالضبط. فغوفمان في الكتابة دي، هي المصطلح مستعمل من قبل، لكن غوفمان يرد مفهوم، مفهوم يستعمل معناتها بطريقة علمية أسو علميا يعني أسو علميا. فغوفمان كحكاية ما حكيش يسونسيرمو على أحياء الشعبية ولا حاجة، حكاية على المرضى في المستشفيات العقلية، حكي لي على المساجين، على غيرها من الفئات الأخرى موجودة في المجتمع الأمريكي في الوقت ذلك. فمن وقتها بدأت تيوغي شنو، إنه الصور النمطية اللي تتداول على مجموعات معينة راهي ما هيش جاية من الطبيعة متاحهم، يعني مش صور نمطية اللي عنا على المرضى العقليين ولا على المساجين ولا غيره، راهي ما هيش جاية من الطبيعة متاحهم، إنما هي صور تلصق بهم خلينا نقول، نتيجة إنه هما في موقع مستضعف في المجتمع، موقع من المواقع اللي خليهم يكون عندهم الوصم هذاك. يعني وانه الوصم هذاك ماهيش جوست اتيكيت، لي هي عندها دور في تحديد الموقع المستضعف تاعهم في المجتمع، الور عندها دور في ما نسميه الاقصاء الاجتماعي، فهمتني؟ فلهنا كانت الاهميه نتاع غوفمان، نتاع الكتاب تاع غوفمان، واللي بعد قعد المصطلح رايج وتم استعماله سوسيولوجيا الى اليوم، حتى جايين بعد دوتر سوسيولوج اللي خدموا على المساله هذه. لكن نوتامون في موضوعنا، خصوصا في موضوعنا معناتها اللي يهمنا معناتها، هو لانه اشكال الوصم متعدة، حتى كيف ما في حد ذاته، فهمتني؟ فما وصم على اساس قبلي، على اساس اثني، عرقي، الوصم في حد ذاته يتقسم من فئات زي ما نجم نحكيو عليه، هم انواع من الوصم يعني بالضبط، على اساس جندري، جنسي الى ما اخره، على اساس اللون، العرق، الدين، برشا انواع. لكن الوصم اللي يهمنا جاء في الالفينات عالم اجتماعي اخر فرنساوي امريكاني اسمه لويك فاكنت. لويك فاكنت جاء كتب كتاب نعتبره من اهم الكتب اللي موجوده عندنا، مراجع موجوده عندنا فيما يسمى علم الاجتماع الحضري، يعني علم الاجتماع اللي يدرس المدينه، يدرس المدن. جاب مفهوم سماه هو لاستيغماتيزاسيون تيريتوريال، الوصم المجالي. الخدمه نتاعو شنو هي؟ الخدمه نتاعو هو خدم مع الاحياء نتاع الجيتو نتاع السود في شيكاغو، وقارنهم بالبونليو نوتامون كورنوف، خدم على كورنوف في باريس. وقال شنو قال خدمته اساسا هي كيفاش الاقصاء الحضري يصير، كيفاش الاقصاء في سياق المدينه يصير. وجاب معناتها الفكره انه طبق نفس فكره غوفمان تقريبا، معناتها اش قال؟ قال راهو الاحياء المقصيه هذه، الصور النمطيه السلبيه اللي موجوده عليها، راهي ماهيش مجرد صور، انما هي تساهم في انه الاحياء هذيك تكون مقصيه.
نتساهم في إنتاج الإقصاء الاجتماعي. مش مجرد ما تكلمك هاو الصورة موجودة بالضبط، إنما تتحول إلى فاعل بعد ذلك يساهم في الإقصاء والتهميش. بالضبط هذا هو، يعني الصور هذيك والكلام اللي يتقال عليهم وغيره ما هيش رأي جوست صورة كيكا وكهو لا حاجة زايدة معنا، لا هي من الأثار ولا من العوامل الأساسية اللي تساهم في أنه الحياة ذيك تكون مقصية، فهمتني، وتساهم أنها تكون في أدنى التراتبية الاجتماعية متاع المدينة. تفسر شو معناتها التراتبية الاجتماعية متاع المدينة به في السياق متاعنا التونسي، فهمتني، المدينة متاع تونس بوم حبش نرجع برشا على تاريخها توا لكن نجمو كان نحبو. عندنا عالم جغرافيا كبير تونسي اسمه عمر بالهادي، هو أستاذ مميز للجغرافيا في الجامعة التونسية. بيه. عمر بالهادي من أهم اللي خدموا على المجال في تونس، ديجا اللي تروح الدكتوراه نتاعو معروفة جدا اسمها لا برودكسيون دو ليسباس اون تونيزي، إنتاج المجال في تونس، فهمتني، وهو اللي جاب برشا مصطلحات هو اللي خدم من أهم الناس اللي خدموا مثلا على الفوارق الجهوية، وجاب مصطلح سماه السواحلة بمعنى كيفاش انه تركز نتاع الصناعات ونتاع راس المال وكذا في الساحل وإقصاء الدواخل اكسترا، يعني من اهم العقول التونسيه خلي يقولوا في كي نحكيوا على المجال، فهمتني، وحتى العالميه. فعنده مقال عام 2004 يحكي فيه على المدينه بتاع تونس هذيك كيفاش تتقسم، يعني ماهوش اعتباطيا راهو مثلا شرقيه فيها زون اندستريال وفهمتني ولاك كارتي دافير ووسط البلاد فيه الوزارات هذه التقسيم هذا مش اعتباطي، فما عوامل تحكم فيه. فقال إجا أنا كجغرافي خدمتي نخدم المجال كيفاش يتوزع يتقسم كيفاش العبادي ينجوه كيفاش كذا، قال إجا خلنا نشوف المجال متاع المدينة ذي كيفاش ننظم، فهمتني، شنية العوامل اللي تحكم فيه. فقال فما أربع عوامل كبيرة تحكم في المجال ذي، سمر عوامل الأربع بون ثلاثة الأخرين مش علينا فيهم خارجين على موضوعنا نوعا ما، لكن قال فما عامل رابع مهم اللي هو سميه هو الفصل القطاعي. مش معناتها الفصل القطاعي؟ بمعنى أنه يقول لك المدينة خاصة السكن فيها يتوزع قطاعات قطاعات، تقول انت شنية القطاعات اللي تحكم تكون معناتها شنية دي فرق القطاعات على ان اساس تتفرق على بعض. بالضبط مثلا نعطيك اكزامبل في جنوب افريقيا قبل سقوط الابارتايد كانت معناتها السود يسكن في بلايص البيض يسكن في بلايص، واضح عندك نظام تفاصل عنصري فصل موجود بالضبط كما اليوم مثلا في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين المستوطنين يسكنوا في بلايس والفلسطينيين اصحاب الارض يسكنوا في بلايس اخر وفما جدارات وفما جيش يفصلهم وفما كذا. قال هو الاساس اللي على اساسه تفرق القطاعات وتسكن في مدينة تونس هو اساس طبقة الاجتماعية، منطقي جدا. فوالا ولهنا جاي قال راهو حتى الانماط نتاع السكن تربط بالطبقه الاجتماعيه. شو قال هو؟ قال فما ثلاثه انماط ننتجو بهم البني في تونس في المدينه تاع تونس. قال فما النمط نتاع سميه هو الراسمالي، مش معناتها يجيو مقاولين يبنيو بني يعملوا بلاصات وبيعوا العباد وكذا مقاولات خاص، فما الدوله تجي تبني وفما العباد يبنيو وحدهم كما نقولوا نحن عشياء معناتها، فهمتني، يعملوا احياء عشوائيه كما نسميها ولا احياء غير نظاميه، تاع الاطفال كلمه شويه ردوها احياء غير نظاميه. على فكره معناتها لذيه كانت تسمى غوربيفيل وقت الاستعمار وبعد الاستقلال، فهمتني، وفي السبعينات دوما خرجنا معناتها من الاستقلال كانت فما موفمون معناتها كبيره دوله استراتيجيه كبيره اسمها دي غوربيفيلاسيون معناتها دي غوربيفيكاسيون معناتها نحيو الغوربيات ونبدلوا نعطيوا الديار عبيد الديار مخير وكذا. به وقتها فما صحافي كي يتبول شوية قال دي غوربي فيلاسيون ولا دي غوربي فيكاسيون لأنه ذاك تزامن مع بورقيبة شعبية متاعه بدأت تيح في السبعينات. ألوغ ديكو لهنا قال فما سبع أنماط متاع سكن، الأنماط هذو ما ينجموا يجيوا من الغوربي اسمه جسمه غوربي معناتها ينجموا يوصلوا للفيلا أوستونديك، فهمتني. وقال كان نشوف القطاعات كيفاش موزعه في تونس تنقاو انماط سكن هذيا كل قطاع فيه نمط سكن مهيمن، فهمتني، وكل قطاع فيه اسلوب تاع سكن مهيمن، واحد يمشتاق فيهم غربيات واحد يمشتاق فيهم فيليت اوستوندين واحد كذا بطبيعه مش واحد تاخذ حي كيما دوار هيش مثلا حي كيما دوار هيش هو بدا كاكستنسيون للتضامن الجرون تضامن كان قبل يتسمى الجرون تضامن في السبعينات. فما الله يرحمه واحد مخطط حضري كبير توفى عام سنين ولا اول عام سنين مرشد شابي استن تري غون اوربانيست تونسي قال خدم على التضامن في السبعينات، هو كان من اول الناس اللي خدم على حي التضامن. حي التضامن في الاصل بدا كحي سيتي دو سوليداريتي، هما مساكن اجتماعيه عملتهم الدوله
لعبيد جابتهم من احياء اخرى كيما جبل الاحمر كيما غيره كانوا يتسموا غربيات اللي هم موجودين من الثلاثينات ولا الاربعينات نقدروا حي حي تضامن مش نحسنوا لهم وضعيتهم خرجوا من الوضعيه تاع الغربي هذاك حسنوا لهم وضعيتهم حتى في دوريش اليوم عندنا بعض البلايص اللي هكاك اصول الناس من جهه من غاديكا معناتها خرجوهم من غربيات وحبوا يحطوهم فيها من بعد يعني بداك حي بلوز موا نسميهم كارتي بوبولير بلانيفي الاحياء الشعبيه المخطط وهذا فما واحد جغرافي تونسي اسمه حسن الطيش يخدم عليهم تيست دكتوراه وقتها في الثمانينات نجم نعطيك اكزامبل حي الخضره وحي التحرير وحي الزهور ثلاثه شبه لبعض ثلاثه شبه لبعض عرفتك البنيه عرفتك تلقى ديارك هي وتلقى بلاصه فيها سوق وفيها جامع وفيها عطاره وفيها كذا مخطط حضري و... ما متشابه الكل متشابه وفما شجره كي تاع الكلاتوس وفما مخطط حضري هذيك سميتهم كارتي بوبولير بلانيفي جيت دار قلت نعمل احياء شعبيه مخطط باش نعطيها للعباد باش نخرجهم من البلايص هذوك باهي لكن النمط اللي من بعد هاي من شنو انه العباد تشري الارض وتسكن وتبني عشية يعني تبني بطريقه انفورميل مش منظمه غير نظامي تبني عشية وباش تلقى زاده في دوار هيسر بارتي زاده جاي في 2001 عملوا تقسيم نتاع عقارات خذا مقاول معروف دوار هيسر مسعي فمقاول هذا بني كارتيه معينه من الاول سميت كارتيه 7 نوفمبر بعد بدلوا الاسم بعد ثورة كارتيه فاضل سيسي ف كارتيه دي فيها معناتها فيليت اللي هما سيمي ستاندينغ معناتها وتلقى مرشي وحمام وتحطت فيها البلديه وتحط فيها القباضه وتحط فيها كذا فتلقى الانماط بثلاثه نتاع السكن يعني فما الدوله بنيت وفما المقاولين بنيو وفما العبيد بنيو وحدهم لكن النمط اللي مهم هو العبيد بنيت وحد تاخذ مثلا كارتيه اخر كيما منعرفش المنازه منازه في الاصل بدات الدوله فيها بدات راهي بروموشن تاع دوله كانوا يسكنوا فيها الموظفين المتوسطين وكبار الموظفين من بعد تحولت ولت بلاصات ولت لي فيليت ما أضخم وكذا وكذا لكن نمط السكن اللي مهيما فيها هو فيلا بافيونير نسميه معناتها تلقى بافيون تاع فيلاوات هذاك هو نمط كي تشوف انت منزه تاخذهم منازه من بعض من الواحد الستة بون وصلوا للتسعة تو دول كي تشوفهم تحطهم كارتي تحس روحك في قطاع معين وتحط دوار ياسر والتضامن بجنب بعض تحس روحك في قطاع اخر والتمثلات على مثلا كن نوقف انا واحد في الشارع نقول له السلام عليكم شنو هي اول حاجه تجي في مخك كي تسمع المنزه وشنو هي اول حاجه تجي في مخك كي تسمع دوار هيشر وحاول اكتبهم في ورقه الزوز حط كي كولون معناتها دوار هيشر المنزه واكتب في ورقه لهنا لهنا كي تجي تقارن تلقى حاجات كونتراستي حاجات متعارضه لأنه باش تلقى نظيف لأنه باش تلقى موش نظيف لأنه باش تلقى برشا زبلة مثلا لأنه باش تلقى شوية زبلة لأنه باش تلقى فما نقل مترو من عاش درجنا لأنه ما فماش اكسيتيرا إيسي سكونا فيه بار اكزامبل في انكيت في 2019 خدمنا انكيت بك بروغرام معان خدمنا انكيت وسألنا الناس في دوار هيشر والتضامن قلنا لهم شنية الترا العوامل اللي تميز حومتك واعطينا بعض الخيارات مثلا فهمتني بار اكزامبل كان وقتها نتائج وقتها مثلا اكثر زوز عوامل مهمين خرج اول حاجه عندك الفقر والتهميش هذا قريب 88% يقولوا هذا من العوامل اللي العبيد ترى يعني كيفاش نظره العبيد للحومه نتاعك شنو هي العوامل اللي حسب رايك كيفاش العبيد ترى الحومه نتاعك يقول لك 88% يقول لك اغلبيه العبيد يقولوا لا نحن عندنا برشا فقر هنا وبرشا تهميش كذا وثاني حاجه هي الكثافه السكانيه فهمتني الوغ دوكو لكن انت تسال معناتها اوكي هذه تصاور هي خلي يقول على رواحه شنو هي الدور نتاعها معناتها شنو هي الدور نتاعها الدور نتاعها مهم على الاخر لانه كيما قلت لك تحب نكمل ولا انا ديجا فوالا انا من الحقيقه سمعت كلمه اللي هي الفقر والتهميش وكيف كيف بكري حكيت على الاقصاء الاقتصادي وغيره الاجتماعي الاقصاء الاجتماعي والاقتصاد دونك ساعه يعطيك صحه على البسطه اللي عطيتها لنا هكا بنجمنا نفهموا بلوز او موان لي زاكس الكبار اللي نجموا نحكيو فيهم الحقيقه نحب نطرح عليك مدخل اخر كان تسمح لي هو ماذا بينا كان نحكيو زاد على اهميه مكافحه الوصم الاجتماعي في ادماج الناس هذيا اللي تعاني من الاقصاء من التهميش اللي تبعدت اقتصاديا واجتماعيا وما عندهاش نفس الحظوظ في السلم الاجتماعي خليني نقول كيفها كيف غيرها بون خليني نوريك ساعة أهمية إنما يسمو جست تصور إنما يتساهم في إنه تنتج الإقصاء الاجتماعي في الانكيت نفس الانكيت اللي حكينا عليها بس إن الناس مثلا شنية التأثير متاع الصورة متاع الحومة متاعك على بعض الأشياء في حياتهم
مثلا شنو تاثير الصوره الحمى نتاعك على كيفاش كيفاش الناس من بلايس اخرى يغزروا لك، فهمتني؟ فتلقى مثلا لهنا 49% 50% يقول لك سلبي و24% يقول لك سلبي جد. سألناهم كيف كيف شنو تاثير صوره الحمى نتاعك على فرصك باش تلقى خدمه. 45% يقول لك سلبي، 23% يقول لك سلبي جدا. فتنجم تشوف. سألناهم زيادة هل تعرضت في ال 12 شهر اللي فاتوا الى تمييز سلبي مبني على الوصف، مبني على اي شيء؟ هل تعرضت الى تمييز فقط؟ 30% يقولوا نعم. كي سألناهم على انا اساس تم التمييز ضدك، اول حاجه جي هي تقريبا 43% يقولوا انه 45% يقولوا التمييز على اساس الحومه اللي نسكن فيها. من بعد يجي الجنس، ومن بعد يجي المسائل الاخرى، مسائل اخرى من اشكال التمييز. يعني لهنا نجم نشوفوا انه كيفاش كيفاش هذوما ماهم جست تصاور، عندهم اثار ويساهموا في اقصاء الناس اللي يسكنوا. يعطيك الصحه جهاد، يعطيكم الصحه زاده شباب. مازلنا في عمليه الاحماء لما حلوة ودخلنا ديجا في الموضوع بالكده بالكده، مازلنا مواصلين في نمشيوا للنقاش مع بعض. كانت هذه عملية الأحماء. باش ننطلقوا في النقاش معاكم شبيبة، خلينا نطرحوا شوي أسئلة كي على جهاد، خلينا نستغلوه مدام وبحذان. شكرا لك أستاذ جهاد، وشكرا على المعلومات اللي قدمتهمنا اللي تجم تكون إلا مفيدة. حبيت نرجع على كلامك، حسب ما قلت أنه حسب الكلام اللي كنت أحكي فيه أنه الوصم معناها اللي يعاني منه الشباب هو وصم مسلط حسب العوامل اللي كنت أحكي فيهم. لك السؤال طول مطروح بالنسبة لي أنه نرى أنه حسب كلامك أنه الدولة هي المسؤولة بصفة مباشرة عن الوصم اللي تعاني فيه الشباب، لكن إسكو الشباب هو اليوم يعاني من وصم ذاتي؟ يعني هو اللي يلصق ليتيكيت لروحه؟ هو اسمعني، يعني الوصم هو دائرة معقدة، نجموش يعني ما نجموش رجعوها الدولة فقط، أكيد الدولة من خلال سياسات متاع سكان متاعها، سياسة تقسيم الحاضر متاعها بسيمة في هذا، بسيمة في الفصل القطاع اللي يحكي عليه عمر بالهيدي، لكن يعني بسيمة في أنه المدينة تكون منقسمة إلى قطاعات كي، وقطاع خير من قطاع، خلينا نقول بلاصة خير من بلاصة في برش حالات. وذي طبيعي، وذي من الأثار متاعه باش يكون وصم اجتماعي لبلايس اللي هي أقل معناتها مستفادة، أقل معناتها من ناحية التخطيط ومن ناحية البنية التحتية وغيره ومن فرص العمل والتعليم وغيره. لكن زادة فما الإعلام فعل مهم جدا معناتها في العملية. يعني مثلا ذكر التغطية متاع الاحتجاجات الاجتماعية اللي صارت في حي تضامن في 2019 وفي 2020 وفي 2021. يعني التغطية الإعلامية كانت توري في الناس يخرجوا يسقوا في الليل، يخرجوا يكسروا وكيك خاطر يحبوا يكسروا، يحرقوا العجالي، يحرقوا العجالي، ما لهم شعارات ولا سريق، سريق. على كو مثلا وقت ما فهميش صحفيين مثلا مشاو لل بون فما شوية الحقيقة مش لكن نحكي على التصوير المهيمن في الإعلام، يعني مشاو العبيد وسألوهم بيه أنت علاش تحرق؟ فهمت العملية؟ بلكش تلقى إجابة، فهمت؟ بلكش تلقى إجابة. وذا يساهم في استضعاف الناس. علاش يساهم في استضعاف الناس؟ لأنه في نهاية المطاف لزمات مع أنت العبيد تهيج مع أنت في بلاصة ديجا هما ما نشقوا للحاجة ديك الكلمات، كان ديجا انه هما فاقدين الادوات اخرى متاع تعبير، ما نجموش يعملوا جريف على خاطر اغلبهم بطالة، علاش نمشي يقربوا معناتها مقربين باش عادوا باش يعملوا بعد عادوا كيفاش يسكروا كياسات باش يهاجموا على مراكز تاع دولة باش كذا باش يعبروا على هذا. اول حاجة. ثاني حاجة لازمنا نفهموا انه فما جزء كبير من البوبيلاسيون هذيك ما عندهاش شكل، ماهيش ناس معناتها متدربة في الجمعيات وفي الأحزاب السياسية وقارية برشا وكذا باش نجم تصوغها كالخطابة كاللي تنجم تطلع بيه للتلفزة وتحكي بيه وكذا.
احيانا حتى عندهم مشاعر واحاسيس وحتى عندهم افكار وكذا وتمثلات، لكن مش يعبروا عليها بالطريقه الكليقه اللي تقبلها العبيد، فهمتني؟ يعني حسب النموذج السائد معناها فوالا الناس تعبر عليها كان كيما كلايبي بيجي، فهمتني؟ فهمتني؟ يعني هو دي زمن اكثر الناس اللي الناس تقول ديسكور داير ولا خطاب رسمي براتيكوم. بالنسبة لي أنا ما فهميش إنسان يحب روحه موصوم أو يحب روحه خايب وكذا، لكن بار كونت راه نعطيك حاجة، فما حاجة خاطر ما فهميش جوست الوصم، فما العبيد كيفاش تتعامل مع الوصم، فما أشكال مختلفة ديجا معناتها في الإتيود اللي خدمناها وحتى في إتيود أخرى حكيت على كيفاش الناس تحاول تتعامل مع الوصم هذا، لأنه ما جوست قاعدة كيك باش تاخذ آه نحن موصومين معناتها لا باش تتعامل معاها معناتها، فما بليزيور استراتيجي. فما مثلا برمي الاستراتيجية اللي تعملها الناس تعمل نسميوها نحن الابروبرياسيون، تتملكش معناتها اه انتو ما قلتوا علينا مجرمين، اي نحن مجرمين مجرمين وخير منكم مجرمين ورجال يتبنيوها. فهذه تلقاها مثلا في الديسكور متاع الراب، تلقاها موجود اليوم الرابريت كلهم 90% من الحياة الشعبية، تلقاها في الديسكور متاع الولترا اللي هي ظاهرة متاع حياة شعبية سنسيرمو، فيقول لك اي نحن مجرمين انتو ما قلتوا علينا مجرمين نحن. مثلا مره وزيره تاع شباب ورياضه قالت فيراج الافريقي رهيبين عملوا غنيه نحن رهيبين فما ناس تستملك الوصم هذيك وتولي تعكسه طريقه التعامل يعني مع الوصم. وفما ناس اخرى لا، فما ناس مثلا تحاول تهرب تهرب كيفاش هذيك اكزامبل ما انت عشته. فما شكون معناتها طفله امراه قالت لدارهم نقلوا من الحومة باش ما يجوش يخطبوني في الحومة ذيك. بالحق معناتها قالت لي دار الرجل ما يجوش يخطبوني في الحومة ذيك. بالضبط نقلوا من الحومة مشيو كري دار أخرى دارش قديش عرير وشي مش مشيو معناتها عملوا خطبة في الدار هذيك. يعني فما ناس تهرب، فما ناس تحاول مثلا نعطيك حاجة ما حاجيت لاحظتها مثلا في دوار هيز على الفيسبوك سعيب ياسر باش تلقى واحد حتى ليو ابيت ادواريج كلها ابيت امنوبة، ناس كل ابيت امنوبة وكي يحكي مع طفل على الفيسبوك كله تسكو كلها في منوبة، مستحيل باش كلها في دواري يعني ودواريج ولا عارف بعض لو مستحيل. وذي خرجت له ياه وفما معناتها كما قلت لك زيادة حتى بعض التقسيمات اللي معناتها خاطر شنية خاطر كما قلنا بكري حكيت عليها تقسيم في وسط الحومة نفس. فما مرة وقتها ديجا نخدم في لونكيت نتاعنا راكب مع واحد صاحبي من دوريجا لبس عليه معناتها وعنده كرهبه من ماركه باهيه برشا، مروحين في الليل وقفتنا الدوريه اللي قبل جوست دوريجا هذا وقبل اللي نابس شاف البطاقه التعريف درا شنو دوريجا درا شنو كذا قال له انت تسكن دوريجا اللي على اليسار ولا دوريجا اللي على اليمين؟ هاي قال له خد دوريجا على اليسار هذوكم فقراء دوريجا على اليمين على لبس عليه فهمت توصي هيته اللي حكيته لنا الكل انت مثلا الاثار اللي تمثل خطر عليهم هما بيدهم جرت هالوصم هذا مش السؤال اللي مش نسالهولك اسكو كان الخطر هو يتعلق بحد الاشخاص هذوما الدوله زاده ما يمسهش جزء من الخطر لانه كما تعرف احنا حلقة كاملة مع بعضنا معناها مواطنين ودولة ما هيش منفصلة عبارة الناس هذوما وحدهم والدولة وحدها معناها ما تحسش هنا انه معناها الدولة لازمها تخمم اكثر في الحاجة هذه على خاطر ما يمثلش خطر فقط كان عليهم هما باش يلقاو خدمة ولا في راحتهم ولا كيفاش يتعاملوا مع المجتمع انهم يمثلوا يوليو خطر على الدولة بما انه ما همش باش يكونوا متشبعين بقيم المواطنة كما انت حكيت بكري ما همش في جمعيات ما همش منخرطين معناها حتى حبهم للوطن ودفاعهم مع الوطن ما همش باش يكون بنفس الطريقة معزو بالدليل تقول صحيح الغربة داخلية معناها عدم الانتماء للبلاصة وهي أصعب حاجة. هل تعتبر أنه الدولة لازمها تخم أو الحاجة على خطر زادها خطر على الدولة في حد ذاتها؟ بون بقول خطر على الدولة اللي كان سمعني ما أنت حكيت خطر وأمن وكذا ما نحبهم شينا واحد من الناس أو أمن قومي نحبهم شيء لا مش نقص لكن تونس عندها تونس عندها مشكلة حضارية كيسيون بين مشكلة حضارية فعلية فهم مشكلة متاع مدينة في تونس مش كان في تونس العاصمة لو حتى في سوسة في صفاقس أعظم في صفاقس وفي سوسة كيف زادة عظيمة جد ما تنذكر في سوسة برد معين خدمنا في سوسة الرياض وحي الزهور ما تدور في شارع فما تاكيت على حيوت تردو جبورة من سوسة كريمون بالحق ما هوش فاليك فم مشكلة حضارية فعلية فيه فم مشكلة انه المدن متاعنا ماهيش مصمة بطريقة تدمج الناس يعني هي فما تركز في بلاصه وبلاصه هي مدن الطريقه اللي مصممه بها
مدن نتاع باش تقصي حاجه جديده صحيح ما فماش لا مركزيه في اطار دائره ولا محلس دجيه مش حتى لا مركزيه ليه يعني الطريقه اللي مصمم بها المدن نتاع انك تفصل الكانتونات على كانتونات اخرى فهمتني وراهو سيتي ما نحبش نقول سيتي اكسبري ولا انتونسيون يعني قصديا عملوها كيك بالعاني معناتها نو مي فما خيارات معينه تخدمت في المسائل هذه كيفاش تفصل من خلال مثلا رغم انه الدوله راهو خدمه في فما لحظات معينه الدولة خدمة فيهم خدمة كبيرة ياسر من أجل إنها معناتها خلينا نقولوا تحسن الوضع هذا. كيما مثلا تشجيع المستثمرين إنهم يستثمروا في بعض البلايس مثلا تنقص في الأداءات وحاجات هذوكم على خاطر تعرف تركز مرتبطتك السكان بتركزك النشاطات الصناعية ولا الاقتصادية علاش مش تكون على حساب مصلحة مش حتى التركز الاقتصادي فقط نحكيو على المدينة كتصميم معناتها كتصميم كخدمات معناتها كمدينة معناتها كفضاء للعيش فهمتني كفضاء العباد تعيش فيه par exemple في اول التسعينات فهم برنامج كبير خدمته حكومه تونسيه مع البنك مونديال اللي هو تهيئه 100 حي شعبي في تونس كان برنامج كبير ياسر راه مثلا شفت الكار والماء معناتها وذي من شهادات معناتها حكيت فيها مع عبيد قدوم وكبار في العمر وكذا مثلا حي كي ما دوريش دخلت له كار كان عام 93 فما بلايص معينه حي معينه في دوريش كانت اللي لها حدود اول التسعينات تشرب من ماء جماعي يعني خدمت لكن المشكلة انه الخدمة ديك تخدمت في بريود معينة وبعد تقف به لهنا سؤال لهنا سؤال جهاد لانه مهم جدا زادة نطرحه الموضوع هذا لانه فما احياء بالليلة ونهار ما تتولد وتكبر وتصبح فيها مئات الالاف صحيح فالمشكلة لهنا هل الدولة كانت مش تكون مستعدة باش تتولد هالاحياء هذه جديدة وتحضر الخدمات باش وقت يجي المتساكنين الجدد يلقوا الخدمات موجودة والى ليه ولا تجيوا الناس وتتعبي تصبح فيها مئات الالاف بعديك تلقى مشكله باش توصل لهم الخدمات وادماجهم في وسط المدينه هذاك هو اللي قاعد يصير معناتها خاطر بار اكزومبل فما رابور وزاره التجهيز 2015 48% هذا في 2015 ديجا 9 سنوات ف 48% من السكن اللي تبنيه بعد الثوره في مدينه تونس سكن غير نظام بالضبط وفما حي جديده تولد باش توصل الخدمات اكزاكتومون هذا هو يعني فما مشكله نتاع هاني قلت لك المدن نتاعنا تبنيها بطريقه غير ادماجيه ما تستقبلش الناس ولهنا نجي للكيسيون بتاع طرحها محمد بكري انه كي نحكيو على الحقوق وحقوق وكذا انا مع فكره معينه اللي هي اسمها الحق في المدينه دغوا لا في ديجا في فرنسا وحتى في اوروبا بصفه عامه يحكيوا عليه برشا وتخلى التشريع معناتها اصلا تسرعوا له في بعض ولا في مبادئ كبرى في مبادئ وفي كذا مع فكره انه الحق في المدينه مش معناتها حق في المدينه معناتها الحق في انه الانسان يكون عنده تيريتوار لائق يعيش فيه مجال لائق يعيش فيه راهو مش معقول معناتها انك معناتها تجي فضاءات معينه نسبه كثافه سكانيه عاليه جدا معناتها حتى ضم بار اكزومبل توصل 30000 ساكن في كيلومتر مربع وما تلقاش حل باش تعمل فضاءات خضراء للناس ولا باش تعمل ديران دو سبور للناس ولا باش تعمل بلايس والناس نجم تخرج فيهم انت وتعيش حياه نتاع كوميونيتي ولهنا مفهوم الكوميونيتي حتى في حد ذاته نحن قاعدين نحرموا من الناس انه يتمتعوا بالمجال نتاعهم وانهم يستثمروا المجال نتاعهم مش فقط استثمار اقتصادي فما زاد المنع من الاستثمار الاقتصادي هذيك مسألة اخرى لكن حتى استثمار نتاع حياة نتاعهم فلهنا لهنا كيسيون مش معقول انه ساعة ما زالت عندنا احياء كريمه وذا مشروع بديت الحكومة في 2017 وما نعرفش وين وصلوا فيه انه متاع اعطاء ملكيه السكن معناتها الناس اللي بنات على الشيع لو عندك احياء تبنات من الستينات والسبعينات دور هيش لليوم العباد ما تملكش تيتر تاع بروبريتي ما عندهاش تيتروات لديارها عندنا احياء كامله شعبيه في تونس فيها فوق المليون يعيشوا ناس ما تملكش بروبريتي تاع دارها ما عندوش ملكيه ورقه ملكيه تاع دارها معناتها براتيكمون هو قانونيا مش موجود عايش غادي ما يملكش ما هذا مش معقول فهمتني هذايا جزء من انك تنحي المساله هذيك وتعطي للناس تخليها تملك التيريتوار نتاعها تحس انها تنتمي للتيريتوار هذاك فهمتني عندها الحق فيه كانك تحب تقول للعباد هذوما ليه انتم ما كنتمش تاع مدينه ما كنتمش تنتميوا للمدينه فهمت اقصاء غير مباشر فما كيسيون اخر نعطيهالك مثلا هذه التيريتوار ديال ما ريت حد حكى عليها بار اكزومبل دوريجن مثلا مش منطقه تاع شرط منطقه تاع حرس علاش خاطر الحرس عنده ضبط العدلي وقت الحرس في اصله في تصميمه ما نجدد الحرس بالعكس نحترمه برش لكن في تصميمه في اصله كجهاز هو موجه المناطق الريفيه
المرات ما تجاوزش فيها نسبة سكان عدد معين. فوالا نسبة عندك حي متاع مدينة فيه 9000 ساكن في كيلومتر مربع، حرس منطقة حرس، عندك مثلا تقسيمات معينة يجي يقول لك قسم لك يقول لك هذه دوار هيشر منطقة حمراء، معناتها منطقة حمراء معناتها ما عندها حتى ما عندك مسائل أخرى في النقل. مثلا في ال... مثلا بروجي رافير، بروجي تحفون، لك شوف قد تعطل وتعدى سنوات معناتها عليه. ما فعليا الإدماج في الكيستيون تاع النقل باش إنه الناس تكون عندها موبيليتي باش تتحرك معناتها. فما الناس تحب تمشي للبحر، تحب تمشي للستاد، تحب تمشي كذا، خليها تتحرك. فما تهميش خاصة في النقل لازم باش تتحرك معناتها، حتى الخدمة والقراية فوالا يعني لهنا شوف يعني سياسة الدولة هي اللي خلات الشباب هو اللي يعاني من التهميش. فمش شباب كي هو الحية ذي هم الكل صحيح فيها شيب ونساء ورجال وكذا فوالا فئات عمرية مختلفة. فوالا مثلا ليزانستيتيوشن نجموا يبنيوا كوميونيتي. تنحكيو بار اكزومبل على الجريمه، راه الجريمه ما تنجمش شرطه بركه تقضي عليها، مستحيل في العام كل جوزوها الحكايه هذه. لازم يكون عندك كوميونيتي تخدم مع بعضها على الشيء هذاك. هل انه انت اليوم سهلت ما فماش دي سباس بوبليك وانت تقابل العبيد؟ راه نحي القهاوي دوري يشرب فيها تقريبا 56 قهوه دي نذكروا في 2018، بخلاف القهوه فما حتى بلاصه اخرى فماش بلاش تستوعب الشباب هذه. اسمع تصور تصور انت 9 كيلومتر مربع فيهم 56 قهوة، دار شباب واحد، دار شباب واحد، انت جيت تستوعب كل شيء بالسيف بالضبط، جيت بالسيف دار ثقافة فما دار ثقافة معناتها فما هاي تخدم يعني لكن فيريتابلومون لازم يخموا في حاجات الترناتيف معناتها. وفما بلدان في العالم راهي خدمت على الاشياء هذه ولقات ديز الترناتيف معناتها. تنجيو الحاجة هذه في الحلول خاصة كي باش نحكيو على الحلول. خليني نسأل سؤال سي جهاد مادام بحذانا، نتفكر اكيد راك تتفكر معايا زاد في سنوات 2012 2013 2014 حتى سنوات اللي بعدها وصمت دوار هيشر بالارهاب بالتطرف الديني. وجنرالمون معناها دوار هيشر كي سيزون كل مره موسومه بحاجه، جريمه، حرقه، ارهاب، مخدرات، كل مره تاخذ شابيتر فهمتني. لهنا دقيقه نتسائل واكيد راهو نفس التساؤل خمركم انتوما، هل لافراجيليتي نتاع الشباب اللي موجودين في دوار هيشر هي بشكل او باخر نابعه الفراجيليتي اللي تخليهم يسخطوا في الانواع هذيا من الجريمه والارهاب وغيره، نابعه اساسا من الوصم الاجتماعي اللي يعانيوه واللي خليهم محصولين اون كيلكو سورت في زاويه معينه؟ شوف باش نكونوا واضحين، راهو معناتها ساعه اون تيرم دو بورسونتاج بمعنى النسب، راهو عدد قليل، راهو مشابين في دوار هيشر مشاو ريبو كيما بلايص برشا في تونس. إما الجريسات توصمت شو دوار هيشر بالرهيب. فوالا كيما بلايص برشا في تونس. دور الإعلام نحكي عليه. دور الإعلام مرة أخرى. هذه نقطة جهة معينة مقابلة. نقطة ثانية أنا في رأيي أي معناتها الإحساس بالوصم معناتها جزء من هذا، وخدمت إتيود معناتها موجودة مسارات تطرف جهدي عن شباب الحي الشعبي اللي على المسألة ذي، هو واحد من بليزيور أوتر فاكتور، ما نقولش هو فاكتور الأساسي معناتها، لكن يتدخل في العملية، عنده أثر في العملية. بار اكزومبل انا حكيت في البابيه هذيك على حاجه فكره ايسونسييل اللي هي اسمها الذاتيه المقهوره، يعني انسان يحس انه مقهور بالحق، نقولوا نحن محقور، انه الذاتيه مقهوره لانه الانفيرومون اللي يعيش فيه، تفاعله مع المحيط اللي يعيش فيه، تفاعله مع المؤسسات، تفاعله يخليه يحس بالقهر ويستبطل القهر هذاك، تفاعلوا مع المؤسسات العمومية. من اللي تدخل للمكتب، من اللي تعامل مع بوليسية، من اللي تعامل مع مؤسسة عمومية، من كذا اللي انت اللي تحب تخدم كذا، فما هكية حالات تعيشهم في حياتك معينين، تفاعلات معينة يومية هكية تحس اللي انت ما بتتخرف فيها، تحب ترد الفعل بأي طريقة. ولا اللي ممكن وفرته جماعات إرهابية والجهادية والأخير هو العكس، هو انك تعطيك الذاتية مع انتها حسك بخيم تكفرت في وسط المجموعة ديجا وقتها ولا وقتها في بابيه لعبت على المشاعر، يعني صارت كلمة هما يلعبوا على المشاعر ولا وقتها في البابيه ذكرت وقتها فما فيديو تخيمة دعوة موجود كان فيها كمان زروق هو إرهابي تونسي جهادي قتل في سوريا في 2016 في دوار هيشر يخطب يقول مع انتها انتوما شباب انتوما القادة وانتوما الصحوة وانتوما اللي قال جاب حديث حديث ضعيف قال تفتحون انتوما من قال عنكم مع انت رسول تفتحون جزيرة العربي وهي مسلمة، يخرجون من المغرب رجال يلبسون الصوف يفتحون جزيرة العربي وهي مسلمة، يعني شوف اكل الانتقال هذاك كذاتي المقول الى حس روحه انسان كيما خالد بن الوليد يحس روحه كيما خالد بن الوليد. فما نقولش هو الفاكتور الوحيد لكن هو واحد من اللي فاكتور
خاطر هما هشاشه نفسيا مع معنا هما يبداو في وضعيه هشه معنى نفسيا، معنى سهل استدراجهم وسهل بالضبط. يعطيك الصحة جهاد، يعطيك الصحة شيمة. دونك هذا كان النقاش، مازلنا باش نقدموا مع بعضنا واش نمشيو مع بعضنا نحكيو مع صديقنا اللي هو شاب من دوار هجرة اللي هو باش يكون معنا الشاهد اليوم. ما ننساوش جد بحدنا الشاهد نتاعنا اللي هو شاب من دوار هجرة اللي هو محمد عزيز سلاحي، شاب اللي نوعا ما قاعد يواجه في الوسط الاجتماعي ويحاول يتغلب عليه. الحقيقة أنا حتى كي حكيت معاه في الأوف وسمعت القصة متاعه ولا أنا الحقيقة فخور بي وديما نشجع فيه وأكيد في نقعد نشجعه. عسلامة محمد عزيز سلاحي، مرحبا بيك. سلام عايشك وبيك أكثر. كنت عرفنا بروحك. أنا محمد عزيز سلاحي، كنت نقرأ في وادي الليل ليبر ومازلت حاليا نقرأ في وادي الليل. جتني الفكرة حبيت نقرأ فورماسيون، حبيت نربع عامين في عام، مشيت نقرا فورماسيون في الجزائر، خديت الشهادة زدت كي خديتها ما عنديش شهرين. اما ملي قريت الشهادة ولقيت خدمة في منوبة هذايا تعرضت لبرشا حاجات مشاكل معناها في حياتي بالرغم الحومة نتاع دوار هجرة. يعني انت خديت شهادة وتخدم، خديت شهادة معناتها نتاع بيتزيري بيتزيري وميم تون تقرا في تكمل تقرا في المعهد ليبر. حنا تقرا ليبر تو نجيو لحكاية ليبر ديجا خاطر انا نعرفها القصة وحكينا فيها قبل. تخدم في منوبة زادة دونك فرد تقريبا منوبة. فرد حومة بريسك بعيدة شوية فرد حومة ما بيناتنا قنطرة معناها كياس ما بيناتنا كياس عرضت النوع من الوصل الاجتماعي. اي مثلا كيما بالرغم منوبة يعرفوها الناس الكل اللي هم معناها لباس عليهم و فرق بيد ما بين دوار هجرة ومنوبة. ما مش لبس علينا نسكش منوبة راهو وصم زاد هذاك وصم اجتماعي لنا. ليه هما معروفين معناها اللي هما خير من دوار هجرة. خير من دوار هجرة وبرشا زاد. حتى التاكسيستية زاد اللي يخدموا غاديكا ماخذين فكرة على دوار هجرة خايبة برشا زاد. مرة روحت كملت ماضي سيان تاع الليل تشديت في الخدمة، وقتها روحت ماضي سيان تاع الليل خذيت تاكسي وقفت وقف هو ما. قلت له بلي دوار هجرة. قال لي ليه ما نوصلش دوار هجرة معناها. وخدم كهرباء ومشي طول عرفنا غير تردد لحد شيء طول خدم كهرباء ومشي. يعني هذا نوع جا من الوصم اللي بتاع هزني الدوار هجرة ما نمشيش الدوار هجرة. ما نمشيش الدوار هجرة وحتى ريت أول ما خدمت الخدمة شديت الخدمة حسيت كل مستغرب عرفت ما حبش يدخلني من الأول لا بالمعارف وعندي شكون كان يخدم فيها غاديكا قال له رولت حومتي وراني نعرفه وكذا باش هو دخلني وقبلني. أما كي قلت له راني ما تعرضت معناها المواصلات ما نجمتش معناها ما نجمش نروح في الليل ما نجمش نروح في الليل. قلت له تولي توصلني انت. قال لي وين تسكن زي معناها مول البيتزا راهي. قال لي قلت له دوار هجرة انت باش تخدم معاه توا قبل كل شيء. لا مازلت نخدم معاه ربي يستر. قال لي راهي دوار هجرة ما نمشي لهاش معناها. قلت له انت وصلني. قال لي قال لي ما ندخلهاش دوار هجرة. قال لي حوم ما نعرف ياش راني ما ندخلهاش. قال لي بالرغم معناها ثلاثه حوم هم مش بدهمني. قال لي اذا ما راني ما نعرفهمش سملت حوم اخرين زاد صحيح دوار هجرة وجبل الاحمر وحيط ضام هذا من ثلاثة. قال لي راني ما ندخلهمش مش كتاب مش تاعي. اوتوماتيك مو ديجا قال لك ما تعرض النوع من الوصف به. خلينا في القصة زادة هذية لأنه أنا أعرف قصة أخرى أصعب من هذية بشوية زادة واللي أنا الحقيقة بالرسمي فخور بك كيفاش تجوزتها كيفاش تكمل تقرأ وكيفاش تكمل تخدم وكيفاش العقلية اللي عندك وتتحكين عليها أنت لما حالة أكثر خير. أنت تعرضت لتجربة دخلت للسجن. به كيفاش الحكاية؟ هذا عمري 16 سنة وقتها في رمضان نلقى طفل صاحبي هذا قلت له اعطيني الموتور باش نوصل بها الرامبو الفطاري باش مع خاطر بعيد علينا الرامبو الفطاري. قلت له باش نوصل باش ناخذ باكيت ونروح في صالة الدار ما ديالي هو الموتور. اما قال ليش راهي في وسط الزطلة ولا حاجة تروي. هزيت الموتور بالرغم ما هو يبيع وكذا يلقى الموتور معناه مقمرين على بعض الموتور شدوني بها. قالوا لي نتاع شكون الموتور هذا. قلت لهم راهي ماهيش نتاعي حبيت نستخف بها بالرغم سخان ورمضان حبيت ناخذ بها الخبز ونراو. قال لي نجمو فركسوها فركسوها يلقوا فيها برشا زطلة وفلوس. زطلة وفلوس فلوس فلوس وزطلة زوز برشا فلوس. اي 3 مليون و 550 دينار سمي معناتها وفي النهاية انت معناتها دينارات دينارات صرف معناتها بو دينار 3 مليون و 550 دينار صرف معناتها. باهي دخلت للسجن بعد التجربة هذيا بالتحقيق مش تحكمت عليك معناتها ما فما حتى شيء. اي تو ساعتها أول ما مشيت للمركز وقف لي عاون قال لي وين انت منين معناها. قلت له ما ندورهاش خاطر هما اللي شدوني وين الجبانه الفوق العوين عدليه معناها وين الجبان شدوني. قالوا لي انت منين. قلت لهم راني ما ندورهاش تصدم معناها. قال لي دور ياش البازره جابها فيا معناها اللي انا نبيع
مشيت صحيح ما فما كليم زاد زادوه هما من عندهم و متى ولت قضيه معناتها صحيح حتى طلعت للتحقيق قال لي منين قلت له الدوار جيش بتقول دور راس عملك ايه طول عطاني بطاقتي ديال مرنقاي من غير ما احكيو معاك من غير ما احكي معاك جزاء مرنقاي دور جيش طول معناها من غير ما ديريكت مو الا ما عرف معناها بعد ما وجوه كل سأله وكل حكايه هذيك بعد قعدت فيه 6 شهور 3 جماعات وهو تحقيق هذا هاي التحقيق بعدك خرجت ما فهمت بعد خرجت به كيفاش تعاملت مع الحكاية بعد ما خرجت خاصة انت في المنطقة هذيك في دوار هيشتر زي احمد سامحني سؤال معناها انت قعدت 6 شهور انت تلميذ وقتها انت راكيك العام هذاك اي تلميذ وهذاك السبب اللي خليك تمشي لليبر من ديتاتيك خاطر باش نخرج نلقى العام وفيه باش نعاود معناها قلت نمشي نربح قريت عام في ودي الليل ومن بعديك خرجت قعدت نقرا غاديك خذيت شهادة حضور مشيت عملت فورماسيون بيتزاير ونقرا في نفس الوقت كملت تقرا يعني بعد المسيره ايه قاعد نقرا ونقرا في ونقرا في فورماسيون زوز معناها وتخدم زاد فرد وقت ونخدم اللي بعد ما خديت الشهاده وليت نخدم وليت تخدم قلت لي زاد باش نعمل فورماسيون واحده اخرى اي باش نعمل كينوس تروازيام كامل تروازيام سنه باش نقرا ميكانيك باتو يعني قاعدة تواجه في الحاجه اللي تعرضت لها يعني او نوعا ما شويه الوصمه هكايا اللي قاعد يصير على الدوار هيشر ايه دوار هيشر معناها الناس الكل يعرفوها اللي هي حطام على الاخر معناها وانت شنو تعتبرها اهم حاجه انا نعتبرها معناها كمنطقة عبور باش باش نفوتها معناها دوار ايش معناها باش نبقى فيها علاش باش نبقى فيها ما بلاصه ما لا راك مكروه معناها انت بيدك ما تحس بعدم الانتماء له صحيح من قبل انا رمل صارت لي كذا هي ما حتى الحوم عاد شنو قد فيها جمله معناها كانه كف لا صعب هو حقيقي معناتها التجربة التجربة تاعها باهية واحد اخر كنت نجم تحطمو جملة لكن هو تبارك الله عليه معناتها مرضت انا ايامات الاولى مرضت وصلت قد في السبيطار وتجوزت انا الحمد لله الحمد لله لكن هو كانت عنده شجاعة وكانت عنده قدرة ذاتية يعني نجم يتغلب على خلينا نقولوا التحدي اللي عرضه هذاك خلينا ناخذوها كيكة وتبارك الله عليه ويخدم ويقرا كل شيء وان شاء الله ان شاء الله يكمل ويوصل اللي حب عليه لكن وفانت كنت لهنا معناتها لهنا الاشكال معناتها مره اخرى نرجع مره اخرى حكايه الحق في المدينه معناتها هذا هو معناتها كي يقول لك هو حطام يقول لك ما نحبش نقعد فيها وكذا عنده علاش معناتها مش من حد شيء معناتها لانه صارت له شيء في حياته اقنعته انه لازم يخرج معناتها فهمتني صارت له حالات معينه لكن به سامحني قصيت عليك جيت نستذكر حاجه انا شخصيا انا ما تمام من النوبه وتعرضت لحاجه مش تعرضت لها انا لما حالك كنت نخدم في حاجه في مع جمعية ومشينا نخدمه مع شباب في دوار هيشر فجت التلفزة تصور من أعلنا في ذكر اسم التلفزة مثلا وعدوا ريبورتاج في الليل على المشروع والشباب اللي معانا ما شباب أمورنا مريقنا ما عندهم حتى شيء نخدمه في مشروع شبابي عادي عدوا في الليل شباب من دوار هيشر مدمنون على المخدرات ومن الإجرام إلى الإصلاح ريبورتاج كامل تعدى هكاك عبارة الشباب هذوك راهم هكا وهكا وهكا وبيعم وجات هالجمعية هذيا راهي تتراجع فيهم للطريق الصحيح وصارت مشكلة وقتها صارت مشكلة كبيرة بعديك عطاونا حق الرد وكل ولكن الصورة الأولى اللي مشيت شوف في الأخبار تعديك نجم نقولوا لك إن دوار هيشر معناتها كبرت غاديك وقريت غاديك وحتى تو دارنا غاديك وكل شيء لكن بلاصة كيف البلايص كل بالضبط باش تلقى فيها باهي باش تلقى خايب باش تلقى ناس قارية مش قارية باش تلقى برشا حاجات فهمتني لكن اللي ناقص هو أساسا هو مسائل تتعلق أساسا وفما شباب عندهم قدرات كبيرة برشا كيما عزيز وكيما غيره معناتها بالحق راهو في كل المجالات في السبور في القراية في الحرف والمهن في كل شيء فما قدرات كبيرة برشا لكن اللي ناقص هو اكزاكتومون سا سي حضور المؤسسات العموميه ضعيف برشا مثلا ناقص سنتر دو فورماسيون في دوار هيشر هذه حاجه ناقصه برشا وبرشا شباب ريتهم تعطلوا خاطر لازمهم يمشيو في نقل خايب وساعات ما تلقاش عندهم حتى حق النقل باش يمشيو يعملوا فورماسيون في بلاصه اخرى يعني فيريتابلومون وهذه طلبنا به من قبل وتو ناقص اكثر خدمه على البنيه التحتيه ناقص مؤسسه تعليميه خاصه مؤسسه تعليميه معناتها لازمها اكثر خدمه برشا فهمتني والفوغ بونسيل وناقص ديز اسباس بيبليك اكثر للعبيد هذيك يعني فضاءات عامة أكثر للناس فهمتني مش مع عدد السكان على الأقل ولا أكثر للناس و
بالحق معناتها فما بوتنسيال كبير برشا للخدمة. فما شباب يعمل كيف معناتها ما نقولكش ناس كل باهين لكن فما الأغلبية كل مناطق الكل معناتها لكن فما بوتنسيال فما إمكانيات فما موارد بشرية كبيرة برشا معناتها في وسط الشباب تنجم تخدم عليها معناتها. يبقى أنه مرة أخرى كيفاش معناتها شوف نجم يكون عندك بوتنسيال لكن هذيا معناتها في الطبيعة معناتها فهمتني وذيك اللي قاعد يصير مالوروزمون. مرة أخرى معناتها الفو ترافاي سور سا فما راهو اسمعني بعض التحسينات اللي صارت بار اكزومبل مشروع مقام الفيضانات كيس برشا كيسات اللي يمكن تشم كيسه فما كذا لكن هذه كلها معالجات طفيفه وصغيره برشا. لازم يعاودوا يفكروا في النموذج هذا الحضري نتاع الحي الشعبي في تونس. لازم غوبونسي بحق غوبونسي الحي الشعبي من جديد. الدوله في فتره معينه كانت عندها تصور للحي الشعبي كما قلت لك حي التحرير ولا حي الخضر وكذا هذوك ما حياش شعبيه بنيتهم الدوله ولا فكان عنده تخطيط حضري معين كان عنده مخطط رؤيه علاش نحطوا العبيد لهنا علاش نجيبوهم لهنا شنو لازمهم شنو ما يلزمهمش شنو كيفاش يعيشوا في محيط نظيف كيفاش يعيشوا في محيط يسمح بانه يطور في الانسان ونحطوا المدارس وين كذا. شفت النموذج هذاك اليوم مشي لانه تبدلت لانه يعني في الاخر لي بارامتر ولا المعادلات اللي بنيت عليها النموذج هذاك تبدلت معناتها تونس ماهيش تاع سبعينات. فلازم سياسه حضاريه جديده تفكر الحي الشعبي هذا كيفاش لازم يكون كيفاش لازم يكون كيفاش يولي مخير كيفاش يلبي كيفاش المحيط فيه لازم يكون كيفاش السكن فيه لازم يكون كيفاش خدمات لازم فيه تكون تعليم كذا تخطيط حضاري جديد وافكار جديده مش بالضروره باش نمشيو نهدوا معناتها راح نخرجوا العباد ونزوم الاحياء جديده نبنيو ليه فما دي انترفونسيون عندنا ما يكفي من لي زارشيتكت و زوربانيست و لي انجينيور وكذا باش انهم يعرفوا كيفاش ياخذوا الفورم بين الشكل الحضري هذاك ونجموا يحسنوا فيها ويخدموا عليها ويلقاو فوالا لازمنا حلول فنية فوالا لازمنا حلول فوالا هذا هو اللي لازمنا نمشيو له. دونك كنا مع محمد عزيز صلاحي اللي حكينا على قصته ونتمنوا له كل الخير. هذا في النهاية أكيد يهزنا باش نحكيو ونتناقشوا أكثر في الحلول الممكنة للوصم الاجتماعي. نتعمقوا أكثر في الحلول نتعمقوا أكثر في النقاش اللي بنوصلوا به المجموعة من الآراء اللي تعبر على حلول ممكنة للوصم الاجتماعي. شبيب شكون فيكم عنده اقتراحات حلول؟ والله أنا نقترح فما زوز أنواع من الحلول. أول حاجة فما الحلول بالنسبة للدولة وفما زاد حتى الشباب معناتها خاطر أنا نلاحظ فيه أنه هو مسؤول نوعا ما خاطر نرى فما أنه وصم ذاتي. بالنسبة للدولة نشوف أنه لازم فما تصير تكريس ثقافة الاقتصاد التضامن الاجتماعي بحي دوار هيشر يصير دورات تكوينية في مجال ريادة الأعمال. علاش لا معناتها المشاريع اللي يقوم بها الشباب في دوار هيشم بيكونش نثمنوها في المعارض على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. لازم نشوفوا أنه لازم عمليات تقوم إحداث علاقات توأمة داخلية مع المناطق الأخرى معناتها من البلاد خاطر باش المنطقه الكل تكون كيما بعضهم ما نكونوش سينون واليوم نحكيو كاش على مركزيه شكليه ما نحكيوش على مركزيه حقيقيه. وعلاش لما ندخلوا زاده في احداث علاقات توأمة خارجيه باش ناخذوا معناتها منح من برا ونقوموا بمشاريع مشتركه مع بلدان اخرى. زاده نشوف انه من الحلول الاخرى انه يصير تدعيم الجمعيات الشبابيه وإحداث استراتيجيات فعالة خاطر احنا اليوم نشوفوا فيها الاستراتيجية اللي تعمل فيهم الدولة يا اما فاشلة يا اما محدودة الفاعلية. بار اكزومبل مكاتب التشغيل نشوفوا كان شيء نفس عروض التشغيل اللي موجودة على الانترنت يتم الاستهانة زادة بالأسئلة متاع العاطلين عن العمل ديما مثلا بار اكزومبل باش تعطي ملف للبحث عن مواطن تشغيل ديما يقعد برشا عوام معناتها باش يجاوبوا. دونك وبالنسبه للشباب ننصحهم انهم ينخرطوا في دار الشباب دوار هيشر خاطر فيها برشا نوادي نادي ادب نادي موسيقى تي في ويب راديو ويب وهذه الكل باسعار رمزيه معناتها على بورتي تو مونت. علاش لا فما زاد مركز للإدماج والدفاع الاجتماعي يقوم بدورات تكوينية مع منظمات أخرى وجمعيات أخرى مثلا محامون بلا حدود اللي صارت مثلا دورة تكوينية حول قانون الأحوال الشخصية. فما جمعية عمل بدون إقصاء
كل هذه حلول نشوفها انه تجم تحسن من وضعية الشباب. صحة هنت جهد زادتي كنت تحكينا على رؤية للحلول، كنت تحكي انه مش لازم نهدو ونعود البنية، فسرنا اكثر طبعا. بعد كما قلت لك جوست لازم معناتها لازمنا تفكير جديد معناتها تاع خدمة تاع مخطين حضاريين لك خدمة زيد تاع دي سوسيولوج ودي جيوغراف وغيره، فلازم نعود نفكروا الشكل الحضري ذي نسميوه حي شعبي اللي هو مش شكل حضري كاو شكل حضري اجتماعي معناتها ومفهمت كونت مجالي يعني لازمنا نفكروا كيفاش نحبوا يكون معناتها شنو التصميم نتاعو كيفاش لعبت تعيش فيه ولا كيفاش لعبت تعيش فيه شنو احتياجاتها فهمتني شنية بالضبط فما بلوزيور اوبسيون معناتها مش نحكيو فيه تو مالوغوزمون لكن بلوزيور اوبسيون مش مثال هكا في العالم نجمو فما مثلا مش بالضرورة مش من شمال العالم حتى من جنوب العالم معناتها مثلا كاراكاس مثلا وقت اللي حاولوا دخلوا النقل الجماعي للفافيلاس وتعرف فافيلاس كيفاش مبنيه هكا هي في شبال دي تيران هي دي تيران كاسي معناتها كي جبولات مكسره معناتها فان كونت ومبنيه هكا بالتوابق معناتها الوغ كثافه سكانيه كبيره برشا الوغ ما فماش سباس باش تدخل فيه معناتها لا كار لا مترو لا شيء كان سباس انترسيكسيونيل هذاك ما صغير برشا معناتها ما تنجمش تدخل فيه حتى شيء كهرباء ما تدخلش فيه معناتها يكون موتور فهمتني موتور صغير زاد فكيفاش باش ندخلوا النقل الجماعي هذيك معناتها نجمو ندخلوا كار نجمو ندخلوا مترو نجمو فجاتهم الفكره معناتها قالوا نعملوا تيليفيريك فيري تابلومون معناتها عملوا تيليفيريك من اوعلى نقطه يهبط تطلع تركبتها وتقرا في وسط البلاد معناتها فهمتني فور بودي ايماجيناسيون فوالا قالوا كيفاش نعملوا تيران دي تيران دو سبور معناتها فماش بلاصه فهمتكم باش تعمل فيها تيران تاع كوره جاو شافوا معناتها كي معناتها دي كريم تاع ديار لاصقين في بعضهم خذاو من عندهم سطوحات وعملوا تيران دو سبور فوق سطوحات فالعباد تطلع كي وتلقى صاله فيها استاد تاع كوره ان شاء الله باش المسؤولين يعرفوا يقول لك فماش مساحه ما فماش فوالا ما فماش مساحه فماش راهو فما زاده معناتها حتى لي سباس صغار معناتها لازم تعرف حتى لازم زاده حتى تشوف العباد شنو قاعده تعمل لانه العباد راهو معناتها ماشي يعني الناس العاديين يلقاو يطلعوا بحلول يطلعوا بحاجات اللي بيجي يستغلوا بهم المجال نتاعهم اللي انت ما تخممش فيهم فهمتني وهذا ريتو مثلا في دول هيشر ديجا معناتها في واحده من بلايص ريت لقيت العباد معناتها في سباس صغير برشا عاملين جنينه عملوها وحدهم عملوها وحدهم جنينه ما نعرفش كيف طلعوها جنينه بالضبط بون حاولنا نخدموا معاهم وقتها في اطار جمعيتي باع جيل كوفيد ما نجمش نكملوا مالوغوزمون لكن حاولنا معايا وقتها معناتها اركيتكت بيزاجيست صديقتي صباح الزرقي الحياه برشا فخدمت برشا في الحياه الشعبيه في مناطق تخليف تونس خدمه بهيله برشا مازال تخدم حاولنا معناتها انا وصباح وقتها على اساس انه باش تدرس هي الديزاين تاع جنينة هذيك كيفاش تعمل معناتها ايفيكتيفمون وبعد نجمو ناخذوه كموديل ونجمو نحسنوا فيه نزيدوا فيه كذا ونعموه في البلايص اللي هي دي خاطر هذه جايه في كما تقول في انترسيكسيون تاع ثلاثة زناقية كي وجيك الدورة صغيرة بلاصة فيها دورة صغيرة فكل لي سباس انترستيسيال فوالا المتداخلة كي نحاولوا كيفاش نخدموا في وسط حاجة خاطر هذوكم هما هي الفورم اوربان هي الشكل الحضري الشكل تاع المساكن تاع كذا مبني هكاك استغلوا نجموا نستغلوا المساحه هذه نجموا نستغلوا نجموا نعملوا فيها حاجه نجموا نستغلوا برشا حاجات قلل من التهميش وتدمج ولا اكثر ولا راهو فما بلدان تو مثلا بار اكزومبل في الصين وين يشجعوا برشا على يسميوه هما حتى الفلاحه معناتها الحضاريه معناتها العباد تزرع في سطوحات في سطوحات وفي الواحد معناتها راهو في ديبارتمون صغار على الاخر وفي الواحد عباد تزرع في البطاطا تزرع في الخضره كل شيء برماكولتور معناتها يعني فما راهو اسمعني فما وذي موجود حتى في الثقافه الشعبيه التونسيه تقعد في جنينه عامل كذا طلع شجره واحد طلع ورده واحد حطيت لك ما نعرفش انا فاز فيدراوين فهذا كله نجموا نفهموه نجموا ندرسوه ونجموا لكن كيفاش نردوا هذا كله معناتها حتى زاده من الثقافه نتاعنا اليوميه كيفاش نردوا من الثقافه نتاعنا اليوميه وكذا وزاده كيفاش نفالوريز قيمه الاسباس بيبليك قيمه الفضاء المشترك لانه مالوغوزمون في تونس اليوم معناتها الفضاء المشترك والفضاء العام قاعد يطيح قيمته قاعد تطلع الفضاءات الخاصه
تطلع الفضاء الخاصة من الفضاء المشترك العام، لأنه نوعا ما فما شوية تهميش من الدولة وشوية زادة تقصير من المواطنين لكن كيفاش فعليا لازمنا نفهموا قيمة الفضائيات المشتركة قيمة الفضائيات العامة، خاطر بار اكزومبل تو لي سال دو سبور خاصين هما المجتاحين الدنيا كذا، معناتها مش معقول معناتها في بلاد تقول على روحها دولة اجتماعية، في امريكا قلب الليبرالية تلقى فيها دي سباس بيبليك سبورتيف أكثر منها، ما معناتها يعني في الاخر معناتها هذه هي حكاية ثقافة حضارية، فهمت كيفاش نراو المدينة كيفاش نتخيلوا كنا احنا كيفاش نعيشوا مع بعضنا في المدينه سيتو، واعتقد اللي يحب يلعب باسكيت واللي يحب يلعب كره ما بقاش وين يلعب، واعتقد الاجتماعيه قبل كانت عندنا ثقافه مركز الثقافه ومستوصف، رغم انه قبل مثلا في الثقافه تاعنا عندنا البطاحي وعندنا الواحد وكذا، مي اون با سيو فالوريزي الحاجه هذيك بالضبط. نمشي شيماء عطينا هكا حلول. اولا شكرا عزيز على خاطر رغم عمره الصغير النضج اللي في كلامه واللي فيه، صحيح احنا ما نختاروش يمكن البلاصة اللي نتولدوا فيها وإلا وين نعيشوا، لكن المسيرة المستقبلية لنا احنا نرسموها واحنا نختاروها، كما عزيز اختار انه يعمل دي فورماسيون انه يبدل انه يخدم الحاجات هذوكم، انا رأى انه لازم هي مسؤولية بالتضامن بين الدولة وبين المسؤولين غادي انه تعمل استراتيجيات انها تشرك المتساكنين غادي في الشأن العام والشأن المحلي باعتبارهم مواطنين في الدولة، زاد الإعلام باعتباره سلطة رابعة كما حكيت أنت بكري سي جهاد اللي هو جزء من المسؤولية للوصمة ذي من خلال تسليط الضوء، علاش احنا ليه ما نستغلوش الإعلام تسليط الضوء ضوء إيجابي على هالمنطقة، نجموا نغيروا الصورة النمطية اللي موجودة عليهم من خلال كيف كيف زاد تدعيم الحضور الجمعياتي والمجتمع المدني، أنشطة تخلي هالشباب هذوما بلاصت ما وقتهم يمشي في حاجة أخرى، يمشي في الأنشطة ذي، أول حاجة تستقل مواهبهم، كان اللي عنده موهبة في الرياضة تو تكتشف، اللي في الغناء تو يفيقوا بها كيف كيف، وذلك الكل قوي يعزز من قيمة المواطنة ومن حبهم للوطن ومش يرجع بالفايدة عليهم هما وعلى الدولة بكل. بيه يعطيك الصحة شايبة. محمد سريع نعطينا هكا حلول. ساعة أول حل يتمثل حسب رأيي في أنه الدولة تستوعب بشكل نهائي وأن وراه التعامل الأمني وحده مهوش هو الحل، ساعة ذي خلينا نسيهم فايدة لو كان نحب نقدم ونصلحه، فأنه رأوا الحقيقة بعجالة هكا كل مرة نحكيه فيها على أحياء شعبية جي في مخي التصويرة متاع الولاد الصغيرة اللي كانت فكروه في سيدي حسين، سحلوه مجموعة من قوات الأمن وضربوه صارت عليه مشكلة كبيرة من بعد. ديما الدولة تمشي نحو التعامل الأمني الجاف. لوركو مثلا نعطيكم تيتر ديكزامبل، مجموعة من الأسماء اللي أو اسم وحيد مش مجموعة من الأسماء، اسم أصيل منطقة دورهيش نقول حتى عزيز أنت تسمع به، اللي هو أسامة الوسليتي، نعرفش كان تعرفوه الاسم ولا لا. أسامة الوسليتي هو بطل أولمبي في رياضة التيكواندو، أصيل منطقة دورهيش، ترين في دوار هيشر وقرا وعاش في دوار هيشر الى اخره، وصل للعالميه في ضربه حظ من بتيتر، لو كان من ضربه حظ هذيك راهو سامي الوسليتي ما تعرفش بتاتا، وراهو شد ثنيه اخرى مغايره تماما. الرياضه طول عمرها كانت اون بيبينير اللي تاثر الشباب وتوفر لهم الفضاء اللي نجموا فيه يفرغوا طاقاتهم، يمارسوا هواياتهم، يتالقوا فيها، وتعطيهم فرص في انهم يخليوا لرواحهم الحظوظ في انهم يعيشوا بنفس الامكانيات اللي يعيش بها اي شخص في اي بلاصه في البلاد، رغم انها هي بيدها ماهيش ممتاز، ولكن على الاقل تحاول الرياضه ديما انها تكون الفضاء اللي يتقابلوا فيه العباد، اللي يتعرفوا فيه على ناس اخرى مختلفين عليهم، اللي يتشاركوا، اللي يشوفوا بلايص اخرى. الرياضه توفر للناس فرصه انها تخرج من 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 البلايص اللي هي عايشه فيها. ثم ناس نصور راهي لحد عمر متقدم ما خرجتش من دوار هيشر في حومتها، ثم الناس ممكن تعرف كان دوار هيشر في التريتوار بتاعها. الرياضة ديما توفر إمكانيات للناس وتحاول تبعدهم على كل ما ينجم يقضي على مستقبلهم، على أنه يحطمهم كما قال بكري عزيز، ويخليهم يعيشوا حياة سليمة كريمة مهما كان عنوانه في بطاقة تعريف ولا اسم بي ولا خدمته. وأنا هذا ديجا يهزني العزيز كما قال عزيز، شنو هي رؤيتك انت ابن دوار هيشر لبعض الحلول لمساله الوصم الاجتماعي واللي تخلي ان مجموعه من الناس ممكن توصم منطقه دوار هيشر؟ مثلا نحبهم مثلا يعملوا استاديات بشويه يلقوا كصغار هذاكم وين باش يمشوا، يعني ما يبقوش في الشارع، يعملوا بلاي ستيشن العاب فكريه
مثلا توك برشا عباد برشا ولاد معناها نعرفهم ملي كانوا في الشارع فما صالة ذي متاع مسكلاسيون يمشوا يترينيو فيها. كانت من الأول بعشرين معناها أنا أصلا كنت نترينا فيها، كانت من الأول بعشرين وبعديك وقت 25 وبعد 30 توك وصلت لأربعين معناها أم وبوه ملقاش باش معناها ياخو كعبة باقيات ولا ملقاش باش يمشي ياخو يبيع في البلاستيك معناها باش ينجم يحط ولده في الصالة في الصالة بأربعين ألف ما ينجمش معناها كطفل هذاك اللي كان شدته كالصالة هذيك. باهي يعطيكم الصحة شباب. هكا نكونوا وصلنا للختام. كمل لنا سي عزيز مزيد تغزير تحب تزيد تحكي بالله تحب نوصل معلومة لجميع التاكسيستية معناها مش العباد الكل كيف كيف فما عباد من عباد صحيح هما تعرضوا لبرشا براكاجيات ووصلت معناها ماتوا برشا في جرة خدمتهم هما ذيك خبزة صحيح ها مش الكل كيف كيف مش نفس النظرية معناها تغزل لذيك وتغزل لذيك وتغزل لذيك انت و يعني شوفوا فم مش بعديك خد خد كيف ما صحيح باهي ان شاء الله يكون صوتك وصل عزيز ان شاء الله نكون وصلنا صوتك ان شاء الله تكون انت ديجا حكيت ووصلت صوتك نسمعك انت جهتي في كلمة ختامية بعد انا جوست نقول معناتها ديجا تري بيان اللي متجد ان نطرحوا معناتها المسألة ذي ونتناقشوا فيها في نية المطاف معناتها نقاش واحد ينجم نوصل الى امكانيه حلول وامكانيه افعال تنجم تحل المشاكل لكن نحب نقول جوست انه معناتها فعليا عندنا برشا ما لازمناش ناجلوا المشاكل معناتها كيما ذي فما برشا حاجات معناتها في المجتمع التونسي اغفوار يا غوبونسي نعاودوا منها المساله الحضاريه اللي كخوا مهمه ياسر لانه غالبية السكان في تونس يعيشوا في مناطق حضارية معناتها بالأساس فالمسألة الحضارية مش قاعدة تحكي برشا عليها معناتها لكني أرى أنها مسألة مهمة برشا الفو في الآخر بكل زيادة فما دي برانسيب نبنيوا عليهم المسائل هذوما من بينها العدل الاجتماعي المساواة الماخيري لكن زيادة فما دي بوليتيك بوبليك اخوفوار فما سياسات عمومية لازم تراجع بطريقة عميقة جدا بالحق. شكرا لك جهاد شكرا لكم شباب على تواجدكم معنا اليوم شكرا لك محمد عزيز اني وصلت صوتك واللي مثلت شباب دوار هيشر احسن تمثيل دونك كان هذا صوت حقوقنا في الجهاد تفرجوا فينا واستنونا زيادة في حلقة اخرى